الجهات الوطنية في فئة المعاقين. سبق أن قدم عرض في بطولة العالم لفئة الشبان التي أقيمت بالمجمع الرياضي أمير مولى عبد الله بمدينة الرباط، وقدم أيضا عرضا مميزا في منافسة كأس العرش. إذا سنتابع يعني هذا العرض اللي هو فيه دروس وعبر كبيرة جدا من جانب سعيد المحمودي. فعلا ملي كنشوف هذه الولية سعيد بصراحة كيعطيني درس ديال الحياة. فعلا درس كبير في الحياة، درس كبير في التحدي، درس كبير في مقاومة واقع هو كيعيشه، ولكن كيعيشه بشكل إيجابي، كيعيشه بإيجابية كبيرة فعلا. جدا وهذه حركات وتصفيقات الكل يصفق، أيضا نصفق الكل، الزملاء التقنيين يعني ربما أحيانا غيترك الكاميرا ولكن من أجل التصفيق، فهذا يعني أمر إيجابي كبير جدا. يعني هنيئا لنا بوجود مثل الطاقات على المستوى الوطني، وهذه الطاقات كبيرة أعتقد، يعني ترس يعني أقولها من القلب، يعني كتخرج من القلب حقيقة صراحة، وما كانت حتى شي تصنع ولا كلمات، هذا واقع 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 ما شاء الله. وصور ولقطات تغني عن اي كلمات وعن اي تعليق. سعيد المحمودي، جمعيه منتدى مبادرات سيدي مؤمن، كما قلت متابع مشاركه. دابا غيدير مقابله حركات اللي وري لنا استعراضيه بالفعل بالحركات اللي قدموا في اثناء جميل، وكاين تراسق بديع. يعني دابا السي صلاح الدين خصك تعرف بان السي سعيد اللي دار العرض ديالو في بطولة العالم في الرباط، دابا بزاف ديال الدول منهم فرنسا كتعيط لينا باش يستقبلوه، يدير عروض عندهم في فرنسا وفي دول أجنبية أخرى. هو أنا كنتذكر أنه يمكن حضور مجموعة من الشخصيات اللي في بطولة العالم اللي قدموا ليه الثاني على البساط، منهم وزير الشباب والرياضة سي منصف الخياط اللي هبط عنده، هو رئيس الجامعة العالمية ديال الكاراتيه اسبينوس اللي هبطوا عنده حتى البساط باش يسلموا عليه، لان كان داك شيء اكسترا اوردينير بالفعل. وهذا حركات استعراضية جميلة جدا فعلا. لي زيماج كما كنقولوا، لي زيماج بارل ديل ميم، بارل ديل ميم حقا. هاني الجمهور واقف.